مع اقتراب نص شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير. لسه مسلسلات المتحده تتصدر اهتمامات جمهور السوشيال ميديا. اهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، ونشره فنيه جديده. وخلاص وصلنا لنص شهر رمضان، ولسه مسلسلات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه تتصدر الترند، وكل يوم بتحقق مزيد من النجاح الباهر خلال السباق الرمضاني الدرامي. وكمان قدرت انها تصدر منصات التواصل الاجتماعي وكل محركات البحث العالميه. وطبعا كان اولهم واللي دايما متصدر كالعاده مسلسل جعفر العمده، واللي قدر من اول حلقه ليه انه يجذب الجمهور بسهوله كبيره جدا. وتعودنا ان في كل حلقه بنلاقي مفاجاه جديده وقنبله غير متوقعه. وخلال الايام الاخيره لفتت الفنانه دعاء حكم يعني الانظار بتجسيد شخصيه صباح شقيقه جعفر العمده، وهي لفتت الانظار ليها بقوه بعد ما قدمت دور متميز واتقنته بشكل لافت للنظر. اكيد عايزين نعرف اكتر عن دورها في المسلسل وايه المتوقع خلال الحلقات اللي جايه. عشان كده بينضم لنا عبر الهاتف الفنانه دعاء حكم. اهلا بيكي على شاشه تلفزيون الوطن. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه عايزين نعرف كواليس دورك مع في المسلسل مع طبعا النجم محمد رمضان، دورك كشقيقه جعفر العمده. والله انا كنت سعيده جدا بالعمل معاه هو واستاذ محمد سامي، وهو يعني برغم نجوميته وشهرته وحب الناس ليه هو بني ادم متواضع جدا جدا، وقد ايه كان بيساعدنا وقد ايه عنده ثقه في نفسه وعايز كله يبقى احسن، يعني احسن حاجه. فعشان كده العمل الحمد لله ناجح. يمكن ناس كتير بتشوف الفنان محمد رمضان بشكل معين، لكن كل شهادات زمايله في هذا العمل تحديدا بيورينا او بيوضح لنا شخصيه مختلفه تماما عن اللي موجوده في اذهان الناس. احكي لنا اكتر عن الكواليس مع محمد رمضان، وايه اللي كان بيحصل خلف الكاميرات اللي الناس كلها مش بتشوفه. وانت دلوقتي قلت لنا زاويه مهمه جدا ان هو بيساعد كل الفنانين معاه عشان العمل ينجح كعمل جماعي مش لمحمد رمضان فقط. بالظبط كده زي ما قلت لحضرتك، وده غير طبعا اللي هو دمه خفيف جدا، دي حاجه ما كنتش عارفاها بصراحه. وطبعا الاستاذ المخرج الكبير محمد سامي هو قد ايه مركز في شغله، قد ايه ما بيفوتش اي تفصيله. دي كلها طبعا عوامل مع نجم كبير مع فنانين كبار وعندهم خبره ومتعاونين، فكلنا بصراحه كنا يعني زي يعني كان بيتنا التاني اللوكيشن. اكيد. طب قول لنا برضو ازاي تم ترشيحك لدور شقيقه جعفر العمده؟ مين اللي قال لك عليه وايه اللي حصل اول ما جالك الدور وقبلتيه على طول، ولا فكرت شويه قبل ما تقبلي هذا العمل؟ هو استاذ محمد سامي هو اللي رشحني عشان شافني في مسلسل دل راجل، فرشحني للدور ده. وانا طبعا من فرحتي انا دمعت اول لما عرفت. وكنت مبسوطة جدا وسعيدة جدا. طبعا كنت خايفة قوي ان انا هقف قدام كل النجوم دي، بس الحمد لله يعني بشكر ربنا وبشكر الفنانين والمخرج الكبير اللي هو قدمني بالصورة دي وبالشكل ده. يعني انت قلت لنا برضو في وسط كلامك المخرج محمد سامي دقيق جدا جدا في كل التفاصيل. فهل قبل بدايه المسلسل قعدت مع ناس في السيده زينب، او ازاي كان عندك بعض المرجعيات عن هذا الدور عشان تتقنيه بهذا الشكل؟ يعني هو متهيألي كل فنان بيبقى عنده بيتعامل مع ناس وبيروح اماكن، ويعني ببقى مختلطه بكل الناس، وانا كممثله ببقى مركزه في تفاصيل اي حد لو شفته في الطبقه مثلا في الطبقه دي او كده ببقى واخده بالي من تفاصيله، فببقى عارفه بتبقى في ذهني يعني. طيب فده ساعدني طبعا كتير. اكيد. يعني مش عايزين نحرق اكيد احداث المسلسل، ولكن قولي لنا كده يعني ايه، عايزين زي ما بيقولوا كده نثير شويه خيال الجمهور. تطور الشخصيه بتاعتك في المسلسل خلال الفتره الجايه، هل متوقع يحصل فيها مفاجآت؟ هل ممكن نشوف يعني وجه شرير في الشخصيه، ولا ايه اللي هيحصل من غير ما نحرق الاحداث؟ انا بصراحه مش عايزه احرق، ما انا قلت اي كلمه هحرق وانا لا مش يعني عايزه احرق. هل متوقع في مفاجآت غير متوقعه؟ اصل احنا من اول الحلقات، من اول حلقه كل حلقه فيه جديد، كل حلقه فيه مفاجاه مختلفه. ده حقيقه. هل احنا ننتظر مزيد من المفاجآت خلال الحلقات اللي جايه؟ ده اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية، ده لسه يعني اللي جاي هيبقى اقوى اقوى بكتير جدا جدا جدا. دي حاجه اكيد يعني الناس هتتفاجئ، يعني اللي جاي مفاجآت مفاجآت، وفي الاخر مفاجاه كبيره جدا، يعني ما حدش كان متوقع خالص اللي هيبقى مين عمل كده ومين اللي خطف. جميل. ابن اخويا. ماشي.
طيب قولي لنا برضه رد فعلك، رد الفعل على السوشيال ميديا كانت قويه جدا جدا، تابعتيها ازاي؟ وانت يعني قلتي لما اتعرض عليك الدور يعني بكيتي بالدموع ما كنتيش مصدقه ووقفت على طول. طب وبعد المسلسل ما بدا وشفت على السوشيال ميديا رد الفعل الموجود دلوقتي، حسيتي بايه او ايه اللي انت حصل لك من ردود الفعل اللي شفتيها دي؟ انا ده مثلا تامن عمل ليا، انا عمري ما جالي ردود فعل كده. انا مخضوضه وفرحانه جدا ومش مصدقه بصراحه، والناس قد ايه حبت الشخصيه، مع ان دوري لغايه دلوقتي يعني صغير ومش مؤثر قوي، بس طبعا الحمد لله على يعني ردود فعل الناس. بجد انا مصدومه منها وفرحانه جدا. مصدومه فرحه اكيد طبعا. جدا جدا جدا، انا مسجات وناس ويعني ترند ومش انا مش مصدقه بجد، الحمد لله بجد. طب وبرده بقى الناس بقى تجيب يعني صور ليك من انستجرام وتقارن بينها وبين شخصيتك في المسلسل، ويعني اختلاف كبير جدا جدا بين دعاء حاتم الفنانه والممثله وتركيبه الشخصيه اللي اكيد فيها تميز من المخرج وتميز منك انت شخصيا. قولي لنا يعني حسيتي بيه برده لما شفت صوره مختلفه تماما عن الواقع بتاعك او واقع حياتك العاديه؟ دي حقيقة. حسيت اللي انا يعني الحمد لله ان قدرت اقنع الناس واللي هم يعني يشوفوا اللي انا شخصية تانية خالص غير اللي انا بعملها، وهم وناس كتيرة والله علقت على الموضوع ده، فدي طبعا ده نجاح الحمد لله. الحمد لله يعني الفضل لمحمد سامي بعد ربنا طبعا. يعني اكيد هنتابع المسلسل وهنستنى المفاجآت اللي انت قلتلنا عليها، ان اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية حاجه تانية خالص خالص خالص. هيكون ان شاء الله النص التاني من رمضان وال15 حلقه التانيين او في النص التاني من شهر الكريم اكيد هيكونوا في غايه الاثاره والمتعه لكل مشاهدين ومحبي الدراما الرمضانيه. الفنانه دعاء حكم بنشكرك شكرا جزيلا، او شقيقه جعفر العمده، وطبعا شكر موصول لكل متابعي تلفزيون الوطن، واستنونا في نشرات فنيه جديده خلال الساعات اللي جايه فقط عبر تلفزيون الوطن.